إذا متتبع قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في البث المباشر الجديد. حنا الآن كتواجدوا في مدينة الدار البيضاء وبالضبط في منطقة التشارك مع السيدة مسكينة مريضة بمرض السرطان، دارت استئصال ثدي وجمعوا عليها بزاف ديال يعني خصها لي زوبيراسيون، خصها الدواء، خصها شحال من حاجة. راجلة ما خدامش، بنتها الكبيرة هي مسكينة اللي كتصرف عليها، يعني هي اللي مكلفة بالعلاج ديالها. هاد الدار كارينا كارينا البويت، هذا هو مجموع عليكم قال لك رياك، مجموع عليكم الكرا ديال البيت. المهم عندكم بزاف المشاكل، انت اتصلتي بينا الوالده بغيتي تعاودي لينا المشاكل ديالك، هكا لاله مرحبا الوالدين، قربي الميكروفون منك. الله يرحم الوالدين، تعاونوا معايا اللي بغيت، لا تمنتي الله يحفظك. قبل ما تطلبي المحسنين يتعاونوا معاك، عاودي لينا المشكل اللي عندك. المشكل انا مريضة، المشكل اللي عندك والظروف اللي كتمري منها من بعد مدة عام، عام ونص دابا وانا مريضة. درت 13 حصة ديال الشيمي، 25 حصة ديال الأشعة، ودرت العملية، كل شيء أسلف، حق الله العظيم لكل شيء أسلف. وهاد الحالة اللي عايشة فيها انت كتشوف فيها كي دايرة، الله يرحم الوالدين. واخا لا قلنا انت جاك المرض، انت شكيتي فيك، باش عرفتي انت حيدو في البزولة؟ دابا يلاه دابا 3 شهور، دابا شحال قريبة 3 شهور، باقي نهار 26 في هاد الشهر نكمل 3 شهور باش داروا لي العملية حيدوها ليا. ما كنتش عارفة عندي، وملي مشيت تضرتني ومشيت للطبيب، وراك عارف التكاليف شحال شحال عاد باش شحال ديال الشيمي، 13 حصة ديال الشيمي، 160 حصة، شحال؟ 160 ألف ريال، 160 ألف ريال، علاش؟ الحصة 160 ألف ريال الحصة ديال الشيمي، درتي 13 حصة، 13 حصة، أها، و25 حصة ديال الأشعة بجوج المليون ونص. وخلي لك كملي عاودي لينا. ايوا عاد باش العملية مليون وشي 72 ألف ريال، شي طلبت وشي تسلفت وشي، دابا قريبا 3 شهور، نهار 26 فات شهر 9 نكمل 3 شهور. ديالها شنو حيدو؟ حيدو ليا كل البزولة كاملة. واخا قولي لنا عاودي لنا الحالة المعيشية ديالكم، كيفاش عايشة؟ والحالة المعيشية انت كتشوف الدرية اللي كتجيبي فلوس دوا، واكثرية سلف، عاودي الحالة المعيشية، أكثرية السلف والله إلا مسلفة، وحق الله العظيم لا شي 5 المليون اللي مسلفة على فلوس من غير الناس اللي كيتعاونوا معايا وصافي. واخا الحالة المعيشية ديالكم كي دايرة؟ شوية وصافي، اش معيشة؟ ما كاين حتى معيشة والو، انت كتشوف فيها، انت جيتي شفتي كلشي لعينك. عييتي الوالدة؟ سخفت، كنقدرش نمشي في الطريق، انا صحاب غندير العملية ونصح ونمشي نخدم ونخلص الدين اللي عليا، الساعة مبقيتش نقدر نزيد حتى في الطريق. ايوا هادشي اللي هو اللي كاين. شنو كتقولي للمحسنين؟ نطلب من المحسنين الله يرحم ليهم الوالدين، الله يجازيهم بألف خير، يتعاونوا معايا في هاد الحالة اللي أنا فيها، يخلصوا لي بعدا الكريدي لنموت، نتقل علي، الله يرحم لكم الوالدين. سي لا تموتي وقع لك كريدي العملية، وكريدي عليا نتقل عليا، مكنتش الله يخلصوا عليا. هادشي اللي كاين اللي غنقول لكم، الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من حالي بارك، شوفوا من حالي، الله يرحم لكم الوالدين. ها حافظ النمرة؟ عطيت سالك، هي ديك اللي عندك، هي ديك اللي عندك. لا ما قولي ها باش ما حافظهاش، صوتي على خصها سعيد تعطيك النمرة. واخا لالا بما جابت لنا النمرة عاودي لينا اكثر، يعني تواصلي مع الناس. والله يرحم ليهم الوالدين اللي بغى يشوف من حالي، الله يرحم ليه الوالدين اللي بغى يشوفوا من حالي وتعاونوا معايا، تعاونوا معايا حيدونا من هذه الحاله اللي انا فيها، ويعاونوني على الكريدي اللي كيتسالني. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعل ربي يسهل عليكم والهلا يسلي بكم ايام، الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا من حالي، شوفوا غير من حالي، اخر ايامي هو هذا، الله يرحم الوالدين. انا حتى حاجه كل شيء كل شيء. واخ انتي هي تقولها انتي قولي اوراق صفر ستة خمسطاش 74 70 45. لا شنعاودوها باش نبقى نجاوب لكم انايا، باش ديك الساعة وكان انا نكتبها في رسالة. شحال قلنا النمرة؟ صفر ستة 15 74 74 70 70 45 45.
صافي تقدر بغا يزيد في شي حاجة تقول شي حاجة ما يمشي. الله يجازيهم بألف خير اللي بغى يتعاون معايا، هادشي اللي غنقول الله إن شاء يجازيهم الله بخير الله اللي بغى يجازي يتعاون الله معايا. والتحاليل هما بستة وتلاتين ألف ريال أماي، وما لقيت باش نديرهم شهر الزيادة دابا، خاصني نديرهم ضروري باش يخرجوا لي الدول اللي غادي نتبع.